السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان المفروض ان انا هبدأ اشتغل في الخدادية، بس في متابعة سألتني كده على المكنة برازر كشكش عليها ازاي بدون دواسة، الغرزة بتاعت الدواسة. انا رديت عليها قلت لها ان مفيش غرزة معينة للدواسة، وحبيت اعمل فيديو بسيط جدا كده عشان اعرفها لما تحب تكشكش على المكنة تكشكش ازاي. في الاول كده انا حابة اقولك، قبل ما اقولك نشتغل عليها ازاي، انا حابة اقولك هي طبعا الدواسة بتاعت الكشكشة افضل بكتير، يعني الدواسة المختصة بالكشكشة افضل بكتير من ان احنا نكشكش على ايدنا. لكن احنا لما بنضطر او بتكون الدواسة مش متاحة بنشتغل عادي، بقى مفيش مشكلة، بنشتغل ونحاول نعمل الكشكشة اللي احنا عايزينها على المكنة. هنشوف دلوقتي كده احنا بنظبط المكنة ازاي عشان نكشكش عليها. اول حاجة انا عندي الثلاث بكرات دول اللي هما في المكنه من فوق كده، دول ثلاث بكرات. انا بظبط اول واحده على رقم 4 اللي هي اخر حاجه، وبظبط دي ما بظبطهاش، يعني اللي في النص دي ملهاش علاقه قوي، دي بظبطها على رقم 9 اهي، دي كده الشمال بظبطها على رقم 9 اهي، يبقى دي على رقم 9 واللي في النص ملناش علاقه بيها، والاولانيه دي على رقم 4. وبالنسبة للغرز بتبقى على 2 عادي جدا، اللي هي الخياطة العادية رقم 2، الخياطة العادية يبقى على الخياطة العادية وعلى 9 وعلى 4. وببدأ أخيط كده، طبعا كل ما القماشة بتبقى خفيفة كل ما بتكشكش أكتر، ولما بتبقى الكشكشة بتطلع معايا مش كتير بزودها أنا بإيدي، هوريك إزاي دلوقتي. يعني اول حاجة نبدأ نكشكش كده، نبدأ نخيط كده، بسم الله. اهي كشكشت كده بالشكل ده اهي. لو انا بقى حابة ازود الكشكشة شوية، باجي على طرف الخيط كده، الخيط من هنا كده، وببدأ اكشكش كده، اوريها لك اوضح. انا دلوقتي جبت قماشة فاتحة شوية عشان الخيط يبان فيها، عشان اوريكي هتعملي ايه. طبعا هو الخيط القماش ده تخين شوية فهي مش هتكشكش معاه قوي، انا زي ما قلتلك كده افضل طريقة ان احنا نركب الدواسة بتاعة الكشكشة، لكن لو احنا مضطرين نكشكش بايدنا يبقى هنعمل الطريقة اللي بنقول عليها دي. احنا انا دلوقتي هخيط اهو، تمام. هوريكي بقى هي اتكشكشت ازاي عشان انا بصور بس بايد واحدة، اوريكي هي بتتكشكش ازاي. كده انا جربتلك كشكشة على قماشة فاتحة شوية عشان تبان، وعلى القماشة اللي احنا كشكشناها في الاول. طبعا هي طالعة الكشكشة مش هي الكشكشة اللي هتبقى مطلوبة لو انت بتعملي حاجة، اهي متكشكشة متكشكشة بس كشكشة بسيطة قوي. تمام، لان طبعا هو افضل ان احنا نجيب الدواسة المختصة بتاعت الكشكشة. فرضنا بقى انتي عايزة تكشكشي اكتر من كده، بتعملي ايه؟ بتمسكي الفتلة، حرف الفتلة كده، وتشدي كده القماش كده اهي، وتكشكشي زي ما انت عايزة كده، تسحبي كده وتكشكشي كده زي ما انت عايزة اهو كده اهو كده، وتسحبي الفتلة كمان كده وتكشكشي كده لحد ما توصلي للمستوى اللي انت عايزاه. تمام، دي حتة قماشة خفيفة شوية، بصي اتكشكشت اكتر، اتكشكشت اكتر معايا. طبعا باختلاف الدواسة بتاعت الكشكشة، الدواسة بتاعت الكشكشة حلوة جدا وبتروح مسهلة عليك الكلام دوت، ولا تشدي فتلة ولا تطلع حتة مكشكشة وحتة لأ وكده يعني.
بتبقى افضل ان انت تستخدمي لها الدواسه بتاعتها، يعني كل حاجه لما تستخدمي الدواسه بتاعتها بتبقى افضل يعني. لكن لو احنا مضطرين بقى هنعمل الموضوع اللي انا قلت لك عليه ده، ان احنا هنكشكش كده وبعدين نسحب طرف الخيط كده ونسحب كده اهو، نسحب كده اهو. دي قماشه عشان خفيفه معايا شويه، بتسحب سهل اهي، بسحب كده اهو وكده اتكشكشت اهي اهي. بصي اهي، يا رب تكون واضحه. يا رب اكون عرفت افيدك في الموضوع دوت. ولو احتجتي حاجه او حاجه وقفت قدامك تاني في المكنه البرازر او اي مكنه منزلي اللي هي المتعدده دي، هما كلهم بيختلفوا حاجات بسيطه قوي عن بعض، بيبقوا شبه بعض بالظبط. لو حاجه وقفت قدامك قوليلي وانا اشرحها لك ان شاء الله. استنوني بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، نكمل مع بعض تقفيل الخدادية ونشوف الطقم الجميل اللي احنا بنعمله ان شاء الله.